السلام عليكم. اليوم جيت نقدم لكم واحد الوصفه مزيونه، بدنجال مبخر كيجي غزال وكتقدر تحتفظ به في الثلاجه لواحد المده واجد، ماشي المهم واحد الاسبوع، بحق كتجي رائعه. هانتوما غتشوفوا معايا كيفاش غادي نعملوا البدنجال. في اول مرحله غنقيو البدنجال، هانتوما كيف كتشوفوا منقي مغسول مزيان، مزوله له شويه ديال الراس ومعوض. هنا غتشوفوا كيفاش كنقطعوا وباش نعملوه في الكسكس باش يتبخر. نتوما كتشوفوا كنشبر البدنجاله، كان ما كنوصلوش النقاع الفوقي، كنعملوا لها غير هيدا، كنقسموها على اربعه ولكن كتبقى مشبره. نتوما شفتوا ملي كنجيو نشرملوها كتبان شنو المسائل ديالها، كندخلوا الشرميله لداخل وكنعملوا في الكسكاس. دائما دائما شوفوا كناخذوا داك البدنجال ستيتو مره، لان داك الكبير كتكون فيه ديك الزريعه ما كيجيش مزيون. دائما كنعملوا غير هذا هيدا، نتوما كتشوفوا على اربعه. نعود واحده اخرى، ما كنوصلش للراس، كيخليه دائما ها صافي تما كنحبس. هكذا صافي، وغادي نعملوه يتبخر واحد المده، ماشي بزاف، ماشي تيتهرى مره، غير يدخل معاه الطياب وهذا، لانه هو باقي غيزيد يطيب ملي كنعملوا له الليمون والقمه ديالو كيزيد شويه باش كيطيب. صافي ملي كنكملوا البتنجال ديالنا كامل، هانتوما كيف كتشوفوا كنعملوه في الكسكس، كنغطيوه وكنخليوه يتبخر لا حسب البتنجال ديالنا، على حسب الغطاء. وساعات عاد غندوزو مورا داكشي ندوزو نشوفو الطريقه كيفاش كنشرملوه والمقادير ديالو. المهم مورا ما تبخرنا البتنجال ديالنا، هانتوما كتشوفو ها هما ما طيبش بزاف وما ما 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 خضرش، يعني كيبقى شابر في راسو. كنستعملو بالنسبه للمقادير، عندنا هنايا القزبر والمعنوس هنايا مطقطق مزيان، عندنا هنايا الثوم هاد شويه واحد جوج واحد اربعه ديال الدريسات، انا راه من عشاق الثوم كنستعمله في كل شيء. عندنا هنايا واحد الليمونه معصره يعني حامضه، عندنا هنايا شويه ديال الكركاع، هنايا عندنا شويه ديال الصحتر، وهنايا عندنا الملح، فلفل غبره، الكشوج الكيمون، شويه ديال الابزار، شويه ديال القزبر الحبوب. نعاود القزبر والمعنوس، الثوم، الليمون، شويه ديال الكركاع، الصحتر، فلفل غبره، الملح، الكيمون، الابزار والقزبر حبوب. نطلقوا على بركه الله كيفيه ديال التحضير كيفاش غنشرملوا هاد البدنجال ديالنا. المهم في واحد الاناء غادي نعملوا القزبر والمعنوس ديالنا، ماشي بزاف عاود باش ما يجيش داكشي خضار، ما يجيش مزيون. نعملوا التوابل ديالنا كامله، نعملوا الثوم، هانتوما كتشوفوا معلقه، هاي معلقه ديال الثوم، كنعملوا الليمون. الليمون واخا تعملوه ماشي مشكله، انا قلت لك ليمونه كامله كنعملوها. كنخلطوا هاد التوابل مزيان، انا كنخلط بالمعلقه ولكن من بعد راه ما غنستعمل يدي، لانه هو ديك البدنجال خاصو يدخل معاه القمه مزيان من داخل ولكن بلا ما يتفلتت. نعجنوا هاد القمه ديالنا باش تذوب مزيان ديك المليحه ديالنا وينسجموا العناصر والمكونات كاملين ينسجموا مع بعضهم. وصدقوني البنات والله العظيم الا كيجي غزال غزال غزال، كتقدروا تنزلوه كمقبلات مع الطبله مع الغدا ولا العشاء ولا هذا، كيجي غزال. وخصوصا بالنسبه للناس اللي خدامين، يعني ملي كيجيو من الخدمه بارفو ما كندركوش نعملوا ليش لاداني والو، يعني هو كيكون كيفك المحصور كيف كنقولوا حنايا. هيدا دابا غنستعمل يدي، كناخذوا البدنجاله هانتوما كتشوفوا، كننزل هيدا وكنبدا نعمر من داخل. هانتوما كتشوفوا نعاود ندورها على الجهه هيدا هيدا صافي. هانتوما كيف كتشوفوا وكتعمر، وكنبداو نستفو في المول في القجير اللي غنستعملوه فيه بحال هيدا، ونكملوا على البدنجالات ديالنا كاملين حتى نساليو العدد اللي عندنا كامل. المهم نتوما راه كل واحد كيعمل القياس اللي خصو،
عدد يعني ولي قامه وشرموله، وهي الشرميله انا قلت لكم في حال ديال شنو نسميه ديال الحوت بالضبط، كنعملوها في حال ديال الحوت. انتوما كيف ما كتشوفوا ملي سالينا الشرميل ديال ديك البدنجال كامل كندحسوه مع بعضو، كيدحس كيدحس باش ديك الليمون وديك القامه كيدخلوا في بعضيتهم، كيدخل كلشي وكيزيد كيزيد يطيب لنا داك البدنجال ديالنا، كيطيب مزيان ما كيهرى يعني بالليمون، حيت حنا كنعرفوا ان الليمون كيتهرب، ان زعما الخضر كتهرب الليمون، وحنا خاصنا يزيد يكمل ديك الطياب ديالو. بالنسبه راه اللي زعما بغى يسلقو يسلقو، ولكن انا راه كنفضل انه يتبخر، لان ما كيبقاش فيه الماء نهائيا، وكتبقى فيه المنافع ديالو والمكونات ديالو فيه. ملي شرمناه كامل انتما تشوفوا كنضيفوا عليه هذا الكركاع، كنعملوا الكركاع هيدا من الفوق، راه كيتواتى بواحد الشكل عجيب الكركاع مع هذا مع البدنجال، كيجي رائع الصراحه الله. وكنضيفوا واحد شويوش ديال اللي قلنا الصحتر، انا قلت لكم الصحتر راه كيلذذ حتى هو بزاف، اي شويه ما تعملوش بزاف باش ما نضيعوش طيبه البدنجال ولا القمه اللي عملنا. ومن بعد كنضيفوا الزيت، زيت الزيتون، زيت الزيتون خصنا نعملو زيت الزيتون، خصنا نغطيوه تقريبا هيدا، ماشي نغطيوه حتى يرجع فحال بيسينا، المهم كميه كافيه ديال الزيت. كان واحد شويه حتى ديك الزويته كترجع كتكون لذيذه مع القامه، مع ديك الكركاع، مع ديك القامه الحوت، كتجي رائعه والله والله البنات الا صدقوني كيجي غزال. هانتوما كتشوفوا كيف ما كتشوفوا صافي، كنكون عملنا ديك الزيت على القامه ديالنا على داك البدنجال هذا، وتشوف هذا كنحتفظوا به في الثلاجه ما كيتكلش في نهارو، لان خاصو 24 ساعه عاد يتكل باش كيطلق ديك القامه في بعضيتها، وكتجي مزونه وكيجي داكشي لذيذ. وانا قلت لكم باش كيزيد يكمل ديك البدنجال في الطياب ديالو خاصو يجي مزيان. هيدا هانتوما كتشوفوا، وبصحه وراحه البنات، وكنتمنى انكم تابوناو مع القناه ديالي باش يوصلكم الجديد ديالي، والتعليقات ديالكم مرحبا بها في اي ساعه، وبالصحه والراحه، وما تنساوش تابوني وفعلوا الجرس، وميرسي بيان.